بعيدا عن هذا الجدل، انا عايز اتوقف مع حضراتكم عند حالة حاصلة جوه مصر وبره مصر. بره مصر مثلا فلفت انتباهي انه حزب مستقبل وطن عمل مجموعة من الجولات الخارجية، جولته في فرنسا ممكن هعرض لحضراتكم صور منها الان. الجولة دي هي الجولة الثالثة في خارج مصر، بيقابل الجاليات المصرية، يعني أعضاء حزب مستقبل وطن بيقابلوا أهو، نعم التعديلات الدستورية، اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا. راحوا الناس بتوع مستقبل وطن وقعدوا مع الجالية المصرية في فرنسا، بيتكلموا معاهم في إيه؟ والله التعديلات الدستورية 1 2 3، دي المواد، دي الاقتراحات، الظروف اللي اقتضت ده كذا، لانه في النهاية احنا من بعد 30 يونيو يا جماعة والجاليات المصرية في الخارج جزء من الاحداث اليومية للوطن، مش معزولين. وخليني اسمع من الاستاذ صالح فرهود من فرنسا، وكان موجود في هذا اللقاء مع اعضاء مستقبل وطن، وهو واحد برضو من اللي متابعين مصر هنا لحظة بلحظة. انا زي ما بقول لكم 30 يونيو خلت الجاليات اللي بره مش غرباء، لا ده موجودين بيساندوا بيساهموا، عارفين ايه اللي بيحصل في البلد. استاذ صالح اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد، اهلا بيك دايما، يعني منورنا دايما. قول لنا بقى يا فندم الندوه اللي حصلت، يعني كان مستقبل وطن حزب مستقبل وطن موجود واتكلمتوا عن التعديلات الدستوريه، يعني ايه اللي حصل والناس اتكلمت في ايه واتناقشتوا في ايه؟ بصراحه اول بدايه كلامي تحيا مصر برجالها الشرفاء في اي مكان. سعدنا بلقاء وتشريف دكتور محمود حسين سياده النائب، وسياده النائب محمد السلاب. ودول ناس بصراحه كنا نتمنى ان كل الرموز المصريه من البرلمان المصري تخرج للخارج تقنع المصري المقيم بالخارج ايه اهميه التعديلات الدستوريه بالنسبه للدوله المصريه. عظيم، سمعنا اجتماع مع شباب واجتمع مع رموز من الجاليه المصريه في بيت مصر، كان شيء عظيم ان سياده النائب الدكتور محمود يتكلم عن التطورات العظيمة التي حدثت في مصر في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك سيادة النائب محمد السلاب. بنسمع لأول مرة حاجات المصري اللي في الخارج ما سمعهاش فعلا عن التطورات وقناة السويس والمشروعات والإسكان والمناطق العشوائية اللي يعني بقى فيها طفرة عظيمة من الكتل السكانية، حاجة عظيمة سمعناها. وقعدوا سمعونا وسمعوا مننا من الجالية، ففيه لغط. أما أهم يا أستاذ صالح، أهم التساؤلات اللي الجالية أفراد الجالية طرحوها إيه؟ إن يكون فيه اهتمام من الرئاسة المصرية أو الدولة المصرية بال 12 مليون مصري في الخارج، عاوزين يهتموا بينا شويه، عاوزين اتحاد عام. احنا دلوقتي هقول لك بكل صراحه يا دكتور، بعد 30 بعد 25 يناير ما حدش قادر يجمعنا لغايه دلوقتي على قلب رجل واحد في الخارج. وانا بقصد من هنا يا فندم السفاره المصريه والقنصليه المصريه، انا تعاملاتي مع القنصليه المصريه في منتهى يعني الشفافيه. لان انا بتعامل كرئيس جاليه مع القنصل العام. هذا شيء عظيم متجاوز معانا. طيب ليه ما نكونش كلنا على قلب رجل واحد؟ احنا امبارح كان في لقاء مع سياده النائب محمود ومحمد، وفي جهه اخرى عامله لقاء في نفس الوقت. عشان برضك التعديلات الدستوريه، طيب ليه ما كناش ما
نكونش كلنا على قلب رجل واحد. بس يعني هو هو ممكن يا فندم يعني ده نشاط للحزب في جهات اخرى مثلا في المجتمع المدني برضو بيلتقوا، بيبقى لانه ما هو الحزب ممكن ما يبقاش بيلتقي مع كل اعضاء الجاليه، ولا ايه رايك؟ لا يا فندم لا، هي يعني كل واحد عاوز يقول لك انا عملت تمام، لكن احنا لما نكون كلنا على قلب رجل واحد، وانا بشكر برضك من الاخوه المصريين اللي هم بيحبوا مصر من قلبهم هنا، وكان ليه يعني مكانه عظيمه في قلوب المصريين استاذ عماد نصار والاستاذ حازم وملاك شنوده، يعني في ناس حلوه قلبهم جاليه النوبيه جت واجتمعت وسالت اسئله للدكتور محمود عن بعض اللغط اللي بيحصل في مصر. فكان في يعني استجابه عظيمه، قعدنا 3 ساعات ونص لقاء ممتع، واللي كان مش مقتنع بتعديل الماده 140 اقتنع ان فعلا الرئيس السيسي هو الرئيس الذي يستطيع ان يمر بمصر لمرحله عظيمه جدا ونمو اقتصادي في الفتره القادمه. العالم كله بينظر لمصر دلوقتي بعين الرضا، يقول مصر فيها استقرار لان القائد الاعلى للدوله محبوب بين الشعب. وعلى فكره الماده 140 شعب مصر كله احنا عارفين ان هو مهما يحدث هيجيب السيسي رئيس ويتمنى، لكن احنا بعض اللغط والعملاء اللي بيشككهم في دايما ويحطوا بعض الاسكينات بين الجاليه المصريه في الخارج، فالحمد لله احنا بنقدر نحتوي هذه الازمات. وبشكر شكرا جزيلا حزب مستقبل وطن بقياده النائبين العظيمان دكتور محمد ومحمد السلاب اللي هم فعلا عملوا جوله اوروبيه عظيمه جدا جدا، وهذا ما نتمناه. ان يكون في لقاء دوري بالمصريين في الخارج، لانك يا دكتور محمد هل تعلم ال 12 مليون مصري في الخارج لهم تاثير قوي على جمهوريه مصر العربيه، على اهالينا في مصر؟ طبعا، لان ال 12 مليون مصري في الخارج 60 مليون مصري في مصر يعولوا ال 12 او ال 12 مليون يعولوا، لا هم عنده جزء مؤثر في الاقتصاد وجزء مؤثر في السياسه طبعا، وده اللي خلانا حريصين نتكلم ونستمع من حضرتك الاستاذ صالح فرهود رئيس الجاليه المصريه في فرنسا. ده جزء من، شكرا يا فندم اشكرك. ده جزء من ايه يا جماعه؟ ده جزء من ايه؟ انه في ناس ليها تعليقات كده يقول لك هو انتوا قاعدين تقولوا تعديلات 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 وانزلوا وروحوا التصويت، ما توضحوا لنا. الامر بيحصل على الارض، وفي ندوات كتيره بتحصل في مصر الان من احزاب ومن نواب، والناس بتقعد مع بعض، وهي دي الحاله اللي احنا محتاجينها، انك كمواطن تسال وتقرا وتسمع وتكون رايك اللي هو في صالحك انت، اللي انت شايف ان هو في صالحك. انا يمكن حاجه مهمه برضو الفت الانتباه ليها،